فور انتشار خبر الإعلان عن دخول دفعات من السيارات لعالمات كبرى صينية وإيطالية إلى الجزائر، تم تسجيل عزوف ملموس لعمليات البيع والشراء هذا الأسبوع، وإقبال محتشم لمرتدي الأسواق الموازية للسيارات، حيث يتوقع الكثيرون عودة توازن أسعار السيارات بسبب العروض الجديدة. الحديث عن تراجع الأسعار، نعم هذا أمر ملموس وهنالك تراجع يعني محسوس، ولكن الحديث عن انهيار للأسعار فلا نعتقد ذلك، ولا سيما أنه السوق يعني محتاج إلى أكثر من مليون يعني سيارة، مع إقبال المتعاملين الجدد وكذلك مع دخول كميات من هذه السيارات للسوق راح يكون هنالك تراجع وراح يزيد هذا التراجع، ولكن الحديث عن انهيار إلى درجة مستوى ما كنا عليه في السنوات الماضية فلا أعتقد ذلك، وهنالك تقلبات وهنالك تدني قيمة الدينار، وبالتالي الأسعار التي كانت يعني في السنوات الماضية قبل إيقاف استيراد السيارات فلا نعتقد إطلاقا أنها سوف تكون. التريث الذي خيم على الأسواق الموازية للمركبات بالجزائر سواء من جانب المشتري أو البائع يفسره المختصون على أنه تحكيم عقلاني في ظل التوقعات بانهيار الأسعار في السوق الوطنية، سيما وأنها تعيش مرحلة انتقالية واضحة المعالم من خلال إدراج علامات أجنبية جديدة وبيعها بأسعار تنافسية محضة. كان هنالك تراجع وركود نوعا ما في السوق، هذا الركود عنده أسبابه، يعني تخوف المشترين من تراجع الأسعار مرة ثانية وكذلك من دخول السيارات الجديدة. الآن مع الإعلان على علامات جديدة وخاصة البارحة مع تسويق سيارات من نوع شيري صينية، طبيعة الحال هذا الركود يعني راح يكون هنالك ملاحظ أكثر، وهذا أيضا يعني ما تم إعلامنا به اليوم في بعض الأسواق يعني من خلال تراجع يعني المبيعات في السوق السيارات المستعملة، وهذا تخوف نعتقد أنه مشروع نظرا لتقلب السوق، يعني فهناك تكهنات بتراجع الأسعار مرة ثانية. تدخل الحكومة ووعودها بالقضاء على الأسعار الجنونية التي عرفتها السوق الموازية للسيارات بدأت تتجسد على أرض الواقع من حيث التسويق لسيارات أجنبية بضمان طويل المدى، ما يجعل المواطن الجزائري يلجأ إليها، وبالتالي سيتسبب ذلك في عودة الأسعار إلى طبيعتها بالأسواق.